في عام 2015 نجحت الصين في طلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، ووضعت في تقرير الطلب هدف دفع 300 مليون شخص للمشاركة في الرياضات الجليدية والثلجية. في السنوات الأخيرة يشارك المزيد من الشباب الصغار في هذا النوع من الرياضات. مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022 ازدهرت أيضا الرياضات الجليدية والثلجية في الجنوب، كما أن اندماجها مع السياحة الثقافية والترفيه يسهل على الناس المشاركة في المشاريع الجليدية والثلجية، وأيضا يعزز التطور المتسارع لهذه الرياضات في الجنوب. (تصفيق) 因为我周围很多朋友都会滑雪，可以跟他们比比赛，也是一种小成就。